هذا البعض اللي يعتقد هيك واقعي لو مثالي اكثر من اللازم. اولا يعني انا فيما يخص موضوع عرض الاسماء على الاعلام انا بصراحه ضد هذا الموضوع، لانه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. خلينا نطبق قانون، خلينا نحقق عدالة. ليس من الإنصاف أنه يأتي بشخص كان مسؤول أو غيره، المفروض القانون هو اللي يحكم. فأنا بعد ما أثبت عليه أنه فعلا الفساد ذاك الوقت لا ملزمة أنه تعلن، لأنه إعلان قبل هذه الحالة هو عملية تشهير، هو بعد في طور الاتهام، وهو في طور الاتهام هو عملية تشهير. قد تكون الأدلة دامغة، لكن في نفس الوقت هذا شنو ذنب عوائلهم وذنب هاي الناس؟ لأنه قضية بالنتيجة نهاية تمس سمعة عائلة وسمعة العشيرة أو المنطقة أو الناس اللي خلفه. الفاسد يمثل نفسه، اكيد الفاسد يمثل نفسه، لكن 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 بعد انه اذا بعد فتره اذا شنو الاجراء اذا بعد فتره طلع الرجل ادله القضاء برا وطلع بري، نوصل لمنطقه انه شنو المشكلة؟ انه هو متهم ويتم التشهير به يعني بالضبط. هاي فتره الاتهام مو بس لحاله الفساد، يفترض لجميع المتهمين في الدولة العراقية. أنت تعال برا ما ثبت عليه ويثبت عليه الإدانة، ذاك الوقت تطلع للإعلام. أما قبل بعده ما قيد الاعتقال، قيد التحقيق، قيد التحقيق وتطلع تطبل وتزمر عليه، مو صحيح. ليش تخلي ليش تخلي الجيوش الإلكترونية ثانيتين؟ ليش تخلي الجيوش الإلكترونية هي تنوب مناب الحكومة في الإعلان على الاعتقالات؟ ليش تسربها أصلا للجيوش الإلكترونية؟ لا أنا ما أقول لك لا تعلن الاعتقال، اعلن الاعتقال، لكن عملية التشهير بالأشخاص يفترض أنه تكون مرفوضة. لحين إثبات يعني يقول تم الاعتقال لشبهات فساد، لشبهات فساد، لحين إثبات الحالة أثبتت الحالة، ذاك الوقت يقول تم إثبات الجرم على الشخص الفلاني. يعني هذا مبدأ تطبيق العدالة اللي يفترض أن تتم.